بالنسبه لي اللي جاني ماشي مزيان، حيت كنشوف حنا حتى بدينا كنخرجوا وبدا حتى بدات في طنجة بداو الناس يعني كيفكروا يمشيوا لا بلاج يخرجوا. الحق ملي زادوا دابا قالوا بانهم غادي يشدوا الطريق صافي، قلنا يعني باينه هي بصراحه غيكونوا شي بؤر يعني مهما الدوله قررت هذا القرار يعني راه باين في المصالح ديال الشعب. بالحق صار يعني كنظن النفسيه ديال الناس بزاف تقدر تاثر بهذا القرار هذا. التاثير غادي يكون سلبي على الناس ديال المدينه، اكثريه ما خدامش، اكثريه ما واش فهمتي. وبالنسبه الى كان غادي يرجعوا لنا الحجر الصحي ولا حالات الطوارئ، من الاحسن يلغيو العيد حيت الناس راه مقصحه دابا فهمتي. بالنسبه للعوده ديال الحجر الصحي في مدينه طنجه، غادي يتم التاثير ديالو ماشي على النفسيه فقط، فالغا يتم التاثير ديالو حتى على المستوى الاقتصادي وليد العامله البسيطه داخل مدينه طنجه، لان كنعرفوا ان فات 3 شهور ديال الحجر الصحي اثرت بواحد الشكل كبير على الاقتصاد. ومن بعد ما تعلن الحجر الصحي الرفع ديال الحجر الصحي تدريجيا، الناس رجعت وبدات ترجع الانفس ديالها اقتصاديا. لكن هذا القرار المفاجئ ديال ليله البارحه كان ضربه قاضيه لاصحاب المقاولات الصغرى او اصحاب المقاهي والمطاعم وبما فيهم واحد الفئه اللي هي هشه سيارات الاجره. لهذا هذا القرار هذا 100% غادي ياثر على النفسيه ديال الاباء والامهات والاطفال اللي كانوا محجورين هذه 3 شهور وما خرجوش حتى في هذا الحجر التدريجي، رفع الحجر التدريجي، وتجي ما بين ليله وضحاها وتقول لنا الاقفال الكلي، فهذا شيء غير معقول. اذا قرار فرض الحجر الصحي عفوا على عمل طنجة أصيلة حسب رايي كان مفاجئا لعده اعتبارات. اولا ان الحركيه في المدينه مشابهه لما هي عليه في عده مدن، خاصه المدن الكبرى الدار البيضاء مراكش الرباط. المشكله هو ان البنيه الصحيه في مدينه طنجة متهالكه والاطر الصحيه تشتكي الندرة، وبالتالي كانت الإصابات تفوق قدرة العرض الصحي المتوفر في المدينة. فبالتالي وزير الصحة بعد زيارته لمدينة طنجة لجأ إلى الخيار الأسهل، وهو قدم توصية إلى وزارة الداخلية بإغلاق المدينة أو تشديد القيود على المدينة مرة أخرى باعتبارها يعني وجهة ذات استقبال الزوار وإلى غير ذلك. نحن نتفهم هذا القرار إذا كان يمنع استقبال الزوار بشكل مؤقت فهذا مفهوم، أما إغلاق مجموعة من الوحدات أو المشاريع التي بالكاد عادت لتشتغل من جديد مثل النوادي الرياضية التي يحتاج أصحابها الآن أمام ولاية طنجة، فهذه قرارات صعبة على يعني القدرة الشرائية للمواطن. ونحن في موسم فصل الصيف ومقبلون على مناسبة دينية وغيرها من التي تتحمل تكاليف ومصاريف يعرفها الجميع، وبالتالي ستكون له انعكاسات حسب تقديري جانبية. نتمنى أن يتم تدارك القرار والبحث عن صياغة توافقية مع جميع المعنيين، لأن العيب في هذا القرار هو أنه ينزل فوقيا بدون تشاور المعنيين أو إيجاد صيغة توافقية، لأن كل مشكلة لها حل ولا داعي يعني لتنزيل قرارات دون التشاور مع المعنيين بالأمر. هذا من جهة، ومن جهة ثانية على المسؤولين أن يتحلوا بقليل من الوضوح ويعززوا يعني أسلوبهم التواصلي، لأن التواصل يوضح الكثير من اللبس الذي يشوب بعض القرارات. وشكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.